السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شاف سامي كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديروا سومو السامن. هاوليك سومو كيما نديروه في لي ريستورون وبنين ما شاء الله. سيوا ورجعوا لي بالخبر. نديروا شويه زيت. لا ريسيت هذه ما شاء الله كيما اللي نديروها في لي ريستورون. انا عندي الصومو هنا يا هاوليك، منحيلو الجلدة، تقدروا ديروه من بالجلدة هاوليك، نحطوه يطيب. ديروا شوية ملح، شوية فلفل الحل، هاي كيف نقلبوه. دوكا غير نقلبوه نحطه دو كوتي، ما زيدوش نحطه فوق النار، نخلو واسمو الهيت ثم واسمو المقلة كي تكون سخونة طيبو وحدها باش ما يبش. كيما قلت لكم نحوه من النار ونخلو السخانة تاع المقلة طيبو. نديرو لاصوص دركا. واش نسحقو مورسو زبدة، نديرو صوص ما شاء الله. هذه الزبده ندوبوها ما نخلوهاش حتى تبدل لاكولا، ندوبوها برك ما نخلوهاش تنحرق. عندي هنايا شويه ثوم كيما راكم تشوفوا، نعصرو قارص، كيما قلت لكم الزبده ما نخلوهاش حتى تحكم لاكولور، نخلو غير التوم تاعنا هذا يتلق بيان في الزبده هذه. هاي ليك غير تلق واسمو التوم تاعنا في الزبده هذيك وفي السيترون في القارص. نديرو شويه كريمه، شويه برك ماشي حاجه، نديرو شويه ملح، شويه فلفل كحل. هاي ليك نخلطو لاصوص تاعنا كيما راكم تشوفو. هاي ليك لاصوص تاعنا عقدة جات ما شاء الله، نديرو لها شوية معدنوس. لاصوص يفرح. هاي ليك شدت 2 مينيت برك. دوكا عندي ليفاج تاعي، عندي هنا لوبيا ماشطون راني غليتها، غليتها غير واحدة 2 مينيت برك بشوية ملح في الماء. وعندي تاني بطاطا هاي ليك غليتها تاني بشوية ملح، دخلوا لها غير الموس هكذايا، غير تجي تما الموس يدخل رابيد تما حبي يقول بلي راهي غلات. دوكا ونديرو لي فاج تاعنا. هاوليك نديرو شويه زبده، نديرو شويه ثوم، عندي كيما قلت لكم بطاطا هايليك، وعندي لي فاج تاعي، شويه ملح، شوف الكحل. ونسوطيوهم غير هكذا برك كيما راكم تشوفو. هاي ليك راهم طابو، ديرو شوية معدنوس كيما راكم تشوفو. دوكا نديرو في البلان. هاي ليك نديرو البطاطا تاعنا كيما قلت لكم كيما نسربيوها في لي ريستورون. هاي ليك ونجيبو لاصوص تاعنا اللي درناها بالثوم وبالسيترون باللمون كيما قلنا ومعدنوس في الكحل ملح والكريمه تاعنا. نحطو غير هكذا برك ما نحطوش بزاف. وهاو ليك لو بلات تاعنا بطريقة لي ريستورون. عندنا البطاطا بالثوم ومعدنوس في الكحل وملح، عندنا لي كريم بينز هذوما لوبيا ماشطو، لاصوص توب. سيوها ورجعوا لي بالخبر. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو هذه. تفاصيل ما شدتش الوقت، راهي رابيد برك تبان بك شو بزاف وداري تشد ما تشدش كاع الوقت. اذا عجبتكم لا فيديو هذا ما تنساوش تشتركوا وعبزوا على الجرس باش يلحقوكم دي فيديو جدد.
شهية طيبة. بون أبيتي والسلام عليكم.